السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا أخوان، لاحظوا منظر الشبك ولاحظوا الثمار، اللهم بارك وزيد. يا سلام، لاحظوا يا أخوان ما شاء الله، مستوية وساقطة، وتقول لك الحمد لله. جربني هذا صنف كيو كامن، سيتم إن شاء الله تذوق هذا الصنف. هذه يا أخوان ثمرة الكيو كامن التايلندي. طبعا التايلنديين يفضلون اكلها خضراء. عموما هي اغلب المانجا الاسيوية سكرية، راح نتذوقها ان شاء الله. طبعا ريحتها جميلة، والمذاق هو ما يحكم ويفصل بيننا، ولكن شكل الثمرة جميل، واللون ما شاء الله مثل ما تلاحظ، وما شاء الله هذا لون اللب يا اخوان من الداخل، لون جميل، وما شاء الله المذاق حلو، يشابه الكيت، خالي من الالياف ما شاء الله، اللهم بارك. فثمرة جميلة للأمانة، والطعم جميل. ولاحظوا أيضا البذرة الصغيرة، يعني مواصفات صراحة، ألياف ما في، بذرة صغيرة وطعم جميل. كيو كامن صنف تايلاندي.